المهندس طارق النبراوي، كنا عايزين نعرف يا فندم هل يا ترى القائمه هيبقى فيها تنوع ولا هيبقى زي الفتره السابقه للاحتكار الاخوان والقائمه كلها نفس الفكر ونفس الاتجاه؟ لا، القائمه متنوعه تماما، تعبر عن لا اقصاء ولا تمييز. قائمه فيها كل التخصصات وكل الالوان والاتجاهات عدا الذين تعاونوا مع الإخوان في المجلس السابق، سواء كان عضوا في الجماعة أو كان متعاونا معهم ضد إرادة المؤسسة. هذا هو النقطة الأساسية التي تم الفرز عليها في هذه القائمة. شكرا يا باشمهندس. أشكرك. توفيق يا باشمهندس.